عودة من جديد متابعينا ومشاهدينا، وكما عودناكم دائما جميل الحروف من هذا المشوار المسائي ليوم الأربعاء هيكون مع ضيف وشاعر كريم جدا داخل الاستوديو. ورحب بضيفي محمد النميري، مرحبا بكم، نورهم الاستوديو مساء جديد. مساء السعادة عليكم ويسعد أوقاتكم يا رب، وهني الشعب السوداني مناسبة المولد النبوي الشريف، وكل أيام عيات كده إن شاء الله يا رب. مرحبا بك، منورنا الليلة في مساء جديد، ودائما نتونس معاك وناخذ معاك يعني مجموعة من التجارب الشعرية كذا. نبدأ واحدة من القصائد ونرجع مرة ثانية نتواصل بالحوار، تفضل. قصة إنسان ضاقت بيه الدنيا، لفت بيه ديما معاندة، يا ما ترجى ويا ما تحسر، بس كانت ليه معاندة. قام يتوضى ونفل وكانت جواه غناعة، شال الفاتحة واستغفر وكانت جواه غناعة. قام يتوضى ونفل وكانت جواه غناعة، وتأكد إنه الرب هو الرازق ومن دونه محالة. وضى نصيحة لكل الناس، أضى نصيحة لكل الناس، تعبد غير الله خسارة، قيم صلواتك وبر والديك، من دونهم ما عندك حاجة. حب الناس يحبوك وبينهم بتلقى مكانة، حب الناس يحبوك وبينهم بتلقى مكانة. يا سلام يا محمد، ويعني أنا أعرف محمد بداية كده بداياته للشعر كانت 200، واللهفة والشغف للشعر كان 200. والله هي البدايات كانت يعني مبكرة شديد من فترة الأساس، يا هو كانت الشخبطات العادية بتترمي ديها، وبعديها بقت الخواطر في الثانوي، المشاركات في الدورات المدرسية هي اللي عرفتني على نمير الشاعر الجواي. فبعد ذاك يعني الحمد لله بعد جهد جهيد زي ما قال الواحد قدر يعرف روحه ويعرف ملكته ويوظفها. بعدين زول حبة حبة بيكتسب يعني في تجارب، والاستفادة دائما من تجارب الآخرين هي أول خطوة نحو الوصول للأهداف والطموحات اللي بيضع الإنسان في باله وفي اعتباره عايز يحققها، يعني إذا كان الليلة ولا بكرة. طيب برضو النميري زي ما بتحب إنه الناس تقول لك، كلمنا شوية عن تجربتك يعني وسط المجتمعات الثقافية والفنية. عرفت إنه أنت يعني رئيس لواحدة من يعني المنتديات الثقافية ومهتم بشكل عام يعني بالجزئية دي. أول حاجة من هنا التحية لأستاذنا التجاني حاج موسى، هو زول يعني له باع كبير زي ما قال في تجربتي الشعرية، يعني له التحية من هنا. فأنا مدير منتدى بحر الحروف الإبداعي، هو تأسس 2017، وعضو في مجموعة الشباك الثقافية برضو أستاذ إيماط، لا التحية من هنا. ودخلت للعمل الطوعي أو العمل في المجال الشعري في المجتمعات أو في المنتديات الثقافية بدأ من العام 2017. أنا لقيت نفسي وفتحت لي براحات كثيرة وتعرفت على روحي أكثر يعني. طيب يا محمد، لو دار أعرف أنه المنتديات الشعرية بالنسبة لي كل الشعراء اللي بيشاركوا في المنتديات الشعرية، على الصعيد الشخصي بتضيف للشاعر شنو الإمكانيات اللي بتقدر الشاعر يطور نفسه فيها من داخل المنتديات الشعرية؟ والله هي بتضيف للشاعر وخاصة للناس المبتدئين يا داب، يعني بتضيف لهم إنه يعني أنت بتعرف تقدر زول بيقعد معاك، يعني بتلقى زول غامز زي محمد التجاني حاج موسى يقعد معاك يغيم لك تجربتك، فبنصحك يعني نقدي لكن نقدي بناء، فبينصحك ومع التكرار أنت بتقدر تعرف يعني. وفي نفس الوقت انت بتشوف يعني غامات زي دي انت بتقعد معاهم، فانت بتحاول بقدر الامكان انه توصل لمستوى يعني. فاكيد طالما انت بقيت عندك الموهبه انه تكتب فانت اصلا شاعر، لكن بعد ذلك بتقدر توظفها، هي ما صناعه لكن مع الموهبه بتقدر تشغلها بمواهب الناس اللي معاك وبتعبر. طيب نميري، نسمع منك وتقرر لنا حاجه ثانيه. لقيتك في ضفه الحلم البعيد، ومن لمحتك عرفتك كنت معاي في الزمن العنيد. لمحتك تاني مرة وتأكدت من إنك أكيد، سلمت ليك بصوت ناشف حزين، رديت لي بطعم السنين. قلت ليك بعد ما رحت ضقت الأسف وضقت العنين، سنين مرت بدونك كانت لهيب، محل ما أروح بشوف خيال منك قريب. قلت ليك ليه اخترت البعاد اخترت الرحيل، وانت عارف العيش من دونك محال. همست لي وفي عيونك كم دموع وحنين. صحيت أنا وكان الليل في تلته الأخير، استغفرت ربي وصليت ركعتين، وهبت لك الإخلاص صبحتين. وصلي ما بنساك يا أجمل سنين، وصلي ما بنساك يا أجمل سنين. السلام عليك يا محمد. محمد، أنا أعرف لونية محمد الشعرية في الحماس، في الحب للوطن، الكتابات دائما اللي هي بتكون فيها الحزن وكذا، أنا أعرف اللونية المحببة لمحمد النميري شنو؟ والله هو اللونية المحببة أكيد هتكون الغزل يعني، لكن يعني تجاني حاج موسى دائما كان بيقول لي حاجة، بيقول لي إنه أنت يعني كتاباتك فيها
مسحه صوفيه او حاجه صوفيه كده بقول لي انه انت يعني الحاجه دي اللي وظفتها افضل يعني. فانا لسه ما وصلت الحقيقه لكن ساعي في الحقيقه ان شاء الله. يعني الشيء اللي عجبني فيك انه انت يعني بتحاول تستفيد من الاسماء الكبيره دي، ونادر ما نلقى انه زول الان يبحث ويجتهد في الاسماء الكبيره، هو كل زول بيحاول يجتهد حتى المفردات والعبارات الموجوده في المحيط الموجود فيه. ولكن لما انت تكون مع انسان بحجم استاذنا تجاني حاج موسى له الصحه والعافيه، انت معناتها في مدرسه متفرده تنتقي منها العبارات والمفردات، وغير كده هو في حد ذاته يكون مؤشر وترمومتر يعني لتجربتك الشهريه، اذا كان في بعض الملاحظات بيديك لها بشكل مباشر، ودي نصائح لا تقدر بثمن باي حال من الاحوال. فعلا. هي بتقول له شنو استاذنا التجاني حاج موسى؟ لا اول حاجه شكرا لك شديد يا فهو في كوستي، اتمنى انه يكون رجع ويكون يحضرني يعني. فشاكر له شديد يعني لوقفته معي بالرغم انه بقول ده هو واجب، لكن انا شاكر له شديد يعني، وربنا يطول في عمره ونستفيد منه اكثر واكثر. المدرسه المتفرد شديد، المدرسه الماده مكتبه الاغاني السودانيه بجميل الاغنيات اللي بنتغنى بها ونفرح ونضحك ونبكي معها، فان شاء الله مزيدا من الابداع وربنا يطول في عمره كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. دائما يا محمد يعني الشاعر بيكون عنده يعني التماسه للحظات اللي هو بيكتب فيها الشعر بتاعه، سواء يعني بموقف مر به ومعاشر له في حياته، بيرجع البيت بيكون بيكتب، في زول بيكون عنده لحظات معينه. لكن بسمع الناس بيقولوا شعراء الحقيبه ده زي اللي كان بيكتب معاهم الجن. يعني واحده من الكلمات الثلاثه اللي انا سمعتها يا بدور القلعه جوهره، يعني دي كلمات ما بتتركب الا لزول شنو اصلا. فرايك شنو بالكلام ده؟ والله يا اخي هو في يعني اي زول عنده رايه تمام، فاي زول بيقول لك انه مثلا انا ما بكتب الا انا اكون هادئ او يكون منتصف الليل او، لكن الحاجه اللي انا عارفها انه انا ما عندي مشكله يعني، ممكن تجيني حاجه مثلا اكتب المطلع بتاعها وانساها على كده يعني، اكتبها في الايميل اكتبها في الرسائل وانساها على كده، بيجي بعد يوم يومين بتذكر انه انا كتبت لي حاجه حاجتين كده وارجع بعد ذاك بكمل على. يا سلام عليك. ما عندك ما عندي الا جوع والطقوس. احنا عندنا زمن لانه عندنا فاصل، حنرجع ليك وحنرجع كمان لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا الان عبر المساء الجديد. فاصل اعلاني قصير اخير ونرجع لضيفنا من داخل الاستديو محمد النميري، انتظرونا. عودة من جديد متابعينا ومشاهدينا استكمال هذا المشوار المسائي وفي فقرتنا مع جميل الحروف الشاعر محمد النميري. مرحبا بك من جديد محمد، وخلينا نسمع بعد الغيبه الطويله تحت الفاصل. بما انه يوم بكره 21 اكتوبر، فتحيه من هنا للشاعر الجميل مصطفى جمال الدين كلاسيك. يا الله سنبك سايق ونوح وعصايه ملويه وحجار، ننجي ونهيج باقي الكلاب ونفلع سياد اللجار، مارقين وقريت الحال يبين حال العدو ما له جار، حالفين ولا نركب سفن من قمنا في راسنا الكجار، خلوا السنابك تشتغل ترقص معا موج البحار، والفكرة لو صندوق تعيش أحلى الخلاص الانتحار، غشونا يوم قالوا الوطن ما فيه مسرح لا ستار، والقال طلع مخرج كبير ينال أبو الرعص الكبار، لشيوعي لا كوز لا صجم نفس الخلق نفس الودار، نفس الكضب حق بدقن في نفس راس الحال قدار، عاتب على بواتنا الزمن مبسوط من الجيل اللي سار، لو بص يمد بصره الحديد أبعد من أصحاب اليسار، ما تبقى حازم لك حزب شايف عقيد الدين وعار، كل الحوازم ناس يمين ما بيكسروا اليد اليسار، استغفر الله العظيم يا سلمى كل ما بالشسار، وريني حالك هسه كيف واخر محطه من الدمار، زعلان عليك زعل شديد ليه كنت ما عندك غرار، ما عاد تعاد بك في غلط لكن جحيم الفرقه حار، وانا كنت معتبرك ترس يمنع سواي مني الجدار، زي السند عباس فرح بيطوله يوم ادوه نار، ساعه موادعك بالفراق بدت الدموع بالانفجار، في صلة لام الهاربين الما فضل فيهم عمار، ببكي وبقلب في صور ما أحلى شكلك بالخمار، وسرحت زي نصاعة فيك وذكرت عطبر والقطار، وشوية صنوا الناس شديد رامين أضان للخبار، نادوها رحلة رغم وجع والشمس قاربت الحمار، وصعدت عاجل في خطاي ما كنت طايق الانتظار، وبغني لمحجوب شريف طارت حمامات المطار، طارت حمامات المطار، يا سلمى ليك الشوق غلب يا خلطة من طين السمار، أنا بكره الهم والتعب والضوء إذا فيهم كسار، أهو عمري فات ما بتلحق وأنا لسه من ضلك بغار، ما زلنا بنشاغل كتير وقلامنا ما فاتت عرس، زي تقول شفاع صغار، الغربة فاتحة علي وجع
ما بفرز الليل والنهار، الغربة أسوأ من تكون لزول ترك سلماه دار. الموت ولا بشر العمر، موت السنين ما له تار. والكترة كم غلبت شجاع، أنا وحدي والوجعات كتار. يحلى زمن سلماي معاي، يحلى زمن سلماي معاي، ما أحلى إنه معاك أحد وتذكرك واليوم أحد. شالوك من نص القلب زفوك ليه ودلحت. يا قاتل أحلام البساط، مبروك ليك ولا حسد. دام الفقر صد الطريق، الصيد بيصطاد الأسد. بالعافية تستاهل تفوز لكاملة الروح والجسد. بديك وصية زول عرف، بديك وصية زول عرف، جواها في روح التحت. لازم تهدهد عشان تنوم، وملاها حب ما ليه عد. قول ليها حاجة بتنبسط، الشامة عندك ليها خد. جيب ليها اندومي وعصير، بتحبهن والله جد. أرجوك ما تبكيها يوم، أرجوك أرجوك للأبد. ما ليها تتحمل وجع، ما ليها في النايبات جلد. وكان فاقدة أمها من زمن، في زمتك سوق البلد. يا سلمى والله العظيم، فاقدك كما الوطن انفقد. ما زلت زي شافع يتيم، بكاي إذا ما الشوق جلد. مشتاقة صاحبك بالسلام، وقعد معاك لحظة سعد. بعض قلوبنا مستفاد، مليانة زي جاكسون كمت. لكن مسامحك وعافليك في كل لحظة حشن هرت. كل ما تطول وقفت عجوز، منتظرة صيد حافلة وشرد. كل ما وقف في الزحمة بص، وأبا يمشي لو ما الجو برد. يا ريت تعرف حالي كيف، يا ريت تعرف حالي كيف. من 5 أعوام بالعدد لساتي ببكيك في غناي، رغم الصراعات والهدد. خايفك تكوني بلا فرح، زولك حساباتك جرد. خايف يكون بكاك كتير، ما أقصى خزلان السند. والله أوجع القصيد زي صرخة من اللي تولد. دام الكلام جاب الكلام، يا سلمى مبروك الولد. دام الكلام جاب الكلام، يا سلمى مبروك الولد. يا سلام عليك، يعني قصيدة فيها كمية من الأحاسيس والمشاعر، أجمل ما فيها التنقل يعني من الوطن للغزل للعاطفة للأسرة الكبيرة والصغيرة عموما. نحن برضو دائما بنطرح سؤال، يعني الشاعر وتأثير البيئة عليه في اختيار المفردات والعبارات. فأنا ابني غربي دارفور الجنينة، يعني الخضرة والجمال والطيبة والإنسان البشوش. يعني الجنينة لا تأثير كبير علي وعلى شخصيتي وعلى مفرداتي وعلى التفاصيل كلها يعني. فشكرا لكل أهل الجنينة ولكل أصحاب الولاية، من هنا لهم التحية وشكرا لكم. مشكورك جدا يا محمد، والله نتمنى لك التوفيق دائما في حياتك العمليه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا الحبيب. ان شاء الله. شكرا، نورتنا ونقابلك ان شاء الله وانت شاعر كبير كده، واسمع اغنيات لك ان شاء الله. ان شاء الله نكون خفيفين وفضيل، وشاكرين لكم جدا. الى الامام ان شاء الله دائما. حبيب الله يحفظك. خلاص عثمان، حلقتنا اكتملت. شكرا للختام بس عشان ما نغلط المره دي، لانه في زول بيزعل لما نشكر الناس ونحن قاعد ننساو. لا نحن مش بننساو لانه دايرين ننساو، لكن محبه فيه لانه هو يكون قاعد دائما ورا الكاميرا. دحدوح وسيد وعمنا شاويش برضو ما ننساو، ونسرين مكي واستاذ محمد زين، كل التيم العامل الداخل جوا قناه النيل الازرق. بس استمتعت جدا لازم مشوار المسائي معك يا صديقي. شكرا لك عثمان، شكرا مره ثانيه لكل الناس اللي تابعتنا. وقفوا 10 على الوطن، ده مكاننا اللي احنا موجودين فيه، وبالتالي لازم احنا نحافظ عليه. خلونا نتفق انه السودان يضمنا احنا كلنا باختلافاتنا في توجهاتنا في عاداتنا في تقاليدنا في ثقافاتنا. في النهايه احنا ابناء وطن واحد نلتف تحت رايه واحده، وهي الوحده والاستقرار والسلام. يا مالك سلام.